زيدون الروعة باكا Okay.
جريدة انترلين. نعم انترلين الجيري جورنال الكتروني. جورنال الكتروني. Pardon. Le sitting d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Bah, c'est carrément le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Il y en a marre. Et vous pouvez le constater à travers les slogans déjà portés. Il y en a plusieurs. Et puis voilà, donc malheureusement, on a refusé d'écouter les gens sages qui représentent la corporation. Et voilà, maintenant ça déborde. Ça déborde. C'est, apparemment, c'est ce qu'on cherche. Et nous, on est là pour défendre. Nous, on est là pour défendre nos droits d'abord, parce qu'on est les véritables défenseurs des droits, des libertés. Voilà. Donc, Hadawa. Vous avez également annoncé une grève d'une semaine. Non. Vous avez également annoncé une grève d'une semaine. سامحيني نتكلم باللغه الوطنيه لانه احنا مفروض علينا نتكلموا باللغه الوطنيه. اذا اضراب في الحقيقه طال مده اسبوع لمحكمه الدار البيضاء اللي وقعت بها الحادثه. ومن اجل ابلاغ رساله كذلك تمت مقاطعه مجلس قضاء الجزائر بمختلف محاكمه وفروعه واقسامه وغرفه كذلك لمده يوم واحد. ومن بين الإجراءات كذلك المتخذة مقاطعة محكمة الجنايات والمساعدة القضائية إلى غاية إشعار آخر. وكذلك أن المجلس يبقى في اجتماعات مفتوحة لاتخاذ التدابير والإجراءات بحسب تطور الأوضاع. كما أن السيد النقيب ندوة صحفية سوف يتم فيها التطرق إلى أوضاع المهنة في ظل الظروف الحالية. يبدو بأن بعض الأطراف مع الأسف الشديد في مرفق العدالة ترفض بأن تكون هيئة الدفاع شريكا وطرفا أساسيا وفاعلا في هذه الموضوع. وربما هم بحاجة إلينا فقط من أجل إطفاء الشرعية على كل التجاوزات التي تطال هيئة الدفاع. إذن وقد قررنا كذلك المجلس على مخاطبة أعلى هيئة في الدولة والسيد رئيس الجمهورية لرفع تقرير بخصوص أوضاع حقوق الدفاع في الجزائر. حاولنا بأن نتحلى بقدر كبير من المسؤولية إدراكا منا وشعورا منا بأن أوضاع البلاد لا تقتضي منا على مثل هذه المشاهد. ولكن يا للأسف يبدو بأنه هناك من لا يصغي واعتبر بأن هذه الحكمة فسرها على أنها ضعف من هيئة الدفاع. منظمة الجزائر معروفة بتاريخها العريق في مجال الدفاع عن الحقوق والحرية، ولهذا هذه وقفة فقط رمزية رفعنا من خلالها شعارات لنوصل صوتنا إلى السلطات العليا حتى ربما يصغي صوت العقل والحكمة حتى لا تنفجر ولا تفك الأمور من بين أيديهم. هذا هو. شكرا أستاذ. تبلنا ربي القرات.